ایک خاکہ ہے جو کہ بظاہر تو لطف اور مزاح پر مبنی ہے لیکن یہ اپنے اندر ایک بڑا گہرا معنی رکھتا ہے جو کہ عالم اور جاہل ایک عالم اور ایک جاہل کے درمیان تمیز کیسے ہوتی ہے وہ کیا معیار ہیں وہ کیا بنیادیں ہیں جن کی وجوہات پر کسی عالم کے عالم یا کسی جاہل کے جاہل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے يا شيخ يا شيخ يا شيخ من يناديني وماذا يريد مني اين انت لقد بحثت عنك كثيرا حتى وجدتك ماذا بك لقد وصلتني رساله باللغه الفارسيه فاريد ان تقراها لي فانت عالم لا استطيع ان اقرا هذه الرساله لاني لا اعرف الفارسيه لا تقل هكذا فقد اخبرني الناس انك عالم كبير تعرف لغات كثيره وكما قيل لي انك تحب عمل الخير لكل الناس هيا هيا اقرا هذه الرساله قلت لك مرارا اني لا اعرف الفارسيه لو كانت هذه الرساله بالعربيه لقراتها لك كيف تقول هذا الكلام وقد وضعت عمامه العلماء والمثقفين على راسك. يا هذا قد قلت لك مرارا اني لا اعرف الفارسيه. فكيف اقراها لك؟ ولماذا تسر على طلبك؟ حاول ان تقرا فلعلك تفهم شيئا ما. لا افهم الفارسيه. لا لا اقراها لي. هاتها شكرًا جزيلًا على أنك وافقت على طلبي. <applause> يا الله جان ما 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 فارس فارس عندك عندك يا شيخ لا أفهم ما تقرأ فهمني ما هي الأخبار السارة في الرسالة. خلاص نست، إن إيه أحمق اللزيرة، تكون هل فهمت؟ لم أفهم شيئا يا الله، خذ إن إيه رأس سمجكن، مرا فرسي، ختم شد ختم شد <applause> يا جاهل، لا تعرف شيئا، هات الرسالة لقد شوشت علي بكثرة كلامك يا هذا، يا أجهل الجاهلين وضعت العمامة على رأسك ولبست لباس ذوي الخبرة والعلم والمعرفة ولا تستطيع أن تقرأ رسالة بلغة أجنبية يا أحمق لو كنت تعتقد أن العمامة تعلم صاحبها فأنا الآن أضعها على رأسك يكون علمك راسخا هل فهمت ما في الرساله اقراها وفهمني ما فيها اليك عني ايها الثرثار